ماذا لو عاد معتذرا؟ مستحيل أسامح لسبب معين. إن أنت عن جد هسه جاي ترجع لي؟ لا، وكمان الأوقح إنك جاي تعتذر لي على إشي أنا قربت أنساه، أي شيء بطل موجود في يومي. مستحيل مستحيل أسامحك وأرجع أدخلك لحياتي. من عاشر المستحيلات مسألة إنه ماذا لو عاد معتذرا أعذره عشان إنه هو بده يعتذر لي؟ لا، لأنك يوم ما قررت إنك تطلع برا حياتي أو يوم ما أنا طلعتك برا حياتي وإنت استجبت لي، إنت إنسان مبدك يعني، فمستحيل أرجعك لحياتي حتى لو مع مليون اعتذار.